كمعظم شوارع لبنان، على طريق طرابلس تستقبلك صور الرئيس سعد الحريري. طرابلس التي عدها البعض خاصرة المستقبل الرخوة بعد الانتخابات البلدية، استعادت اليوم عصبها الأزرق ولو على مضض. لو استعاد ما بدنا إياه إلا العلوي. أهلا وسهلا فيه، ما في منه بهاللبنان كله سوا. الله يطولنا بأمره وما بدنا غيره بهالبلد. بتتوقعوا بكرة يستقيل فعليا أو يرجع الاستقالة؟ بده يستقيل بإذن الله، ما بده كل هالشغلة. مين بترشحه بداله؟ ما بنرشح حدا إلا دولة الرئيس الحريري. الاستقالة التي أعادت توحيد الشارع الطرابلسي خلف الحريري ليست مؤشرا ثابتا، ولذلك فالأنظار متجهة إلى موقف الحريري العائد بعد غياب أو تغييب. بشكل عام اللبنانيين عادة ردات فعلهم هي ردات فعل عاطفية، ولكن هذه ردات الفعل العاطفية إلى مدى من الزمن، وبعدين بدك تنتظر ما بعدها. القرارات والكلام اللي بده يقوله رئيس الحريري بعد لقائه برئيس الجمهورية هو اللي بيكون معيار إذا حقيقة هذا التعاطف أو التأييد المتجدد مع سعد الحريري رح يستمر ولا لا. مش مطلوب من سعد الحريري أن يكون متطرف بأي لحظة من اللحظات، ولكن الشيء المؤكد أنه سعد الحريري لا يمكن أن يتفاهم أو يستمر التفاهم مع الحالة الشاذة اللي بيمثل حزب الله بالمجتمع اللبناني وبالمنطقة. بالمعطيات كلها اللي عنا إياها على الأرجح اللي حتكون في استقالة. السياسة هذه المرة تجمع، لكن ركود الوضع المعيشي في المدينة يبقي الاقتصاد بالنسبة إلى الطرابلسيين في الصدارة. بس استقال في غيره، بدنا بلد تمشي، هو ولا غيره بدنا بلد تمشي. من وقف بلد على الشيخ سعد بدنا بلد تمشي. نحن مين ممكن يجي رئيس حكومة؟ الشعب يعني انتوا عندكم يعني صار صغير وكبير عم يحكي بالسياسه. الشيخ سعد ان اجى والشيخ سعد راح والشيخ سعد بفرنسا ولا بالسعوديه. نحن نوضح بهن بدنا رئيس حكومه، بدنا دوله تمشي، بدنا شغل يمشي، بدنا رئيس حكومه ورئيس جمهوريه ورئيس مجلس نواب يطلع يلتفتوا على الشعب، يلتفتوا على طرابلس. اكثر شيء على طرابلس عايفين حنا دين خلقنا. اذا عدى بس قلتوا في غيره، المهم البلد يمشي. طلع البلد لكل من سبع لهلا من بعين بعرف لطلع دفترنا فودي لشغل. ما في شغل، ما في عالم عم تمشي، ما حدا عم ياكل، العالم عم تقتل بعدها على الألف. مين بترشحه غيره؟ الرئيس موتي. بنقول له الله يوصلك بخير وسلامة. بدنا شغلتين بس نحن باسمي وباسم الشعب اللبناني، بدنا تتفقوا ببعض لأنه صار علينا دين أكثر ما عليها دين الدولة اللبنانية. مزبوط. هي طرابلس المدينة التي دفعت غاليا ثمن الصراعات الإقليمية على مدى أعوام ولا تزال تعاني منه. تفضل هذه المرة أن تنأى بنفسها عن معركة داخل البيت الواحد. نعيم برجاوي، قناة الجديد.